الصحراء الصحراوية بدأت تقرب إلى المرافق الجنوبية، والأتواب هي قريبة من الأتواب في متناول الجميع، وهناك أتواب أيضا تصنع منها هذه. أنا جد فرحانة بالحضور ديالي والمشاركة ديالي في هذا مهرجان تي 30 قفطان، وكنشكر بزاف المنظمين اللي عيطوا لي باش نشارك في هذا المهرجان الكبير، وأنا بدوري كنشارك بلا كوليكسيون ديال الرجال اللي كندوز فيها القفطان وجبادور، وكندير فيها الجلابة والسلاهم بخدمة المعلم والتعصاب، وانا جد فرحانه حيت شاركت بهاد لا كوليكسيون ديال الرجال، حيت كتعجبني كيعجبني ندير لا كوليكسيون ديال الرجال اكثر من ديال النساء. الجديد اللي فيه هو السلهام اللي كنزيد لبسه قفطان بالسلهام بالتعصاب، هو اللي الجديد ديال يعني الكوليكسيون الجديده. انا الصراحه انا كندير النساء وكندير الرجال، ولكن بزاف كيعجبني الرجال، كيعجبني ندير الزي الرجالي. علاش؟ حيت الجد ديالي الله يرحمه كان خياط، كان كيصاوب الزي الرجالي، وكنت ديك الساعه كنجلس كنتعلم منه كنشوف كيفاش باش كيخدم، وملي كبرت صافي كيعجبني نخدم، كنخدم لولدي كنبقى ندير شي سميتو صافي حتى زعما وصلت لهذا المستوى. والحمد لله معنا ناس من بلجيكا ومن فرنسا ومن الجزائر ومن تونس، وكل دولة كتمثل المنطقة ديالها، والحمد لله المهرجان تبارك الله راه كيما شفتوا راه ناجح وناجح بزاف.